بياكل اكل غير مفيد، زي الحاجات الكتير جدا اللي الاولاد بياكلوها او بيحبوها اللي هي من بره من الشارع، الشيبسي والشيبسيهات والشوكولاتة والشوكولاتات والاندومي والكلام ده، كل ده كله مضر ومش مفيد جدا، لان انت بتبني عظم وبتبني جسم، فبالتالي انت عايزه كل حاجه مفيده عشان تفيدي جسمه بيها، بتبنيها بيه. طب لما اجي اتكلم بقى عن مراحل النمو والتغذية لكل مرحلة، يعني مثلا من سنة من 4 سنين المفروض ايه الاكل اللي ياكلوه؟ مبدئيا من 9 شهور الطفل بيبدأ ياكل سفرة كاملة. بس ازاي سفرة كاملة؟ يعني بقدر ان انا اديله كل انواع البروتين، لحمة، فراخ، سمك. بس مثلا اللحمة بنسبة اقل، لو انا هدي سمك ممكن ادي 3 مرات في الاسبوع سمك. وبرده اشمعنى يعني انت قلت اللحمه بنسبه اقل لكن السمك كترت فيه ليه؟ السمك نسبة الهضم يعني الهضم بتاعه بياخدش وقت طويل جدا اسهل. في المعدة، اسهل. الفراخ الدرجة التانية، وفي كمان الارانب، بس في ناس كتير جدا ما بتعملش معاها وفي خالص وما اطفال بتستخدمهاش كتير كده. ما بتحبش الارانب على فكره. هو ده بيرجع ان الام عودت ولادها ياكلوا ازاي من البدايه خالص. يعني لا الطفل ما لو الام بيجيش بتحب الارنب فالطفل هيطلع بيحبه. زي الام اللي ما بتحبش اللبن نهائي، صدقني بتتكلم صح، انا عندي ولادي ما بيحبوش فالطفل الارانب. اكيد هيطلع انا مش عايز اشرب لبن، ما انا بشوفش ماما تشرب لبن. الطفل دايما من اول فعلا سنه بيبدا ياخد بكل الناس اللي حواليه بياكلوا ازاي، حضرتك بتاكلي ازاي، اخوه الاكبر منه بياكل ازاي، بابا بياكل ازاي، يعني انا ممكن الطفل يطلع يحبه ويكره على حسب حسب انا ما انتي بحبه بتاكلي واكره. ايه. تمام. العادات السيئه اللي بتحصل في البيوت زي البيبسي والشيبسي والحاجات دي، ان هي بتبقى موجوده دايما في الفطار والغداء والعشاء، خلاص انتي حطيتي عنده انطباع ان هو انتي بتعملي ده، فطبيعي انتي هو انتي هتديهوله. طيب يعني برضو دلوقتي ما هو، طب انا هقولك على حاجة، ان انا ممكن الحاجات اللي حضرتك ذكرتيها ما كنتش بحبها، بس الاطفال دايما بتطلع تحب الحاجات دي. ما بيحبش الكلام ده من فراغ غير لما انا ببدا اجيبه له. انا الاول لازم اتعامل معاه على انه هو صفحه بيضه، انا ببدا اكتب فيه اللي انا بكتبه، هو بعد كده اللي هو هيحبه. تمام. يعني انا مثلا ماشيه على ولادي على نظام معين، خلاص ماشيين عليه، ممكن يخرجوا عن القاعده بس ايه مش دايما، نادرا. لكن لو معلش انا ما احنا عندنا اطفال وبس، يعني بشوف اطفال كتير برضو كل ما هم ماشيين في الشارع عايزين يشتروا حاجات. ده ممنوع، انتي برضو انتي اللي عودتي على ده. لو جيتي بقى للاساس، انا باكل وبشرب 1 2 3، فهو بيعمل زيي بالظبط. اصل الطفل بيبدا يقلد من اول سن سنه ايوه كل يعني انا حاجه، امنعه تماما ان اشتري له اي حاجه من الشارع، اي ولا حاجه اقلل له مثلا ابدا النهارده اقلل، ممكن اجيب حاجه قليله ابدا اقلل مع الوقت، اوكي، لحد ما امنع ده واوصل له فكره ان يعني ده غلط الافضل ان مش انا صح. امنع خالص ان هو يشتري حاجات من طبعا الشارع. اي حاجه فيها اي مواد حافظه هي بتضره، ده اولا. ثانيا الشيبسي ده ايه؟ عبارة عن حاجة مقلية في هو بلاش الزيت، مسميات، يعني بلاش من غير مسميات، مسميات، أي حاجة الحاجات اللي خارجية بتبقى من الشارع الاطفال بيحبوها عموما، بيبقى كلها مواد حافظة. الشوكولاتات والشيبسيات المواد أنا حتى ضد، المياه الغذائية أنا عموما. حتى ضد فكرة البطاطس المحمرة في البيت. كمان البطاطس السبب بتتعمل في الفرن مش في لا، الزيت، ازاي اعملها في الفرن؟ ازاي زيت رز وزيت زيتون، ودلوقتي عشان الوضع اللي احنا فيه زيت بتاع رز الكورونا وزيت زيتون بنضيف زيت اللي هم حبة المصريين ما البركة. بيحبوهمش اصلا؟ لا بالعكس، زيت الرز ممتاز جدا وما فيهوش اي طعم غريب غير زي زيت الذره العادي. بلاش خالص زيت رز وزيت زيتون، استخدمي زيت ذره بس، انتي بتضيفي معلقه واحده بس. معلقه واحده على البطاطس البطاطس بتتقطع وادخلها الفرن صوابع صوابع. وتنزل تتغلي غلوه واحده في النار، تطلع تتشطف بميه ساقعه، تمام. تمام، ويدهن الطاسه نفسها اللي الصينيه هنحط فيها تمام. بالفرشه. اصلا ده الزيت. مش هيجيب نص معلقه، تمام، اوكي، سواء زيت زيتون او زيت براحتك اللي انت رز. انا عايزاه. اول مره اسمع عن زيت الرز زيت ده على الرز فكره. ده مفيد جدا 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 بشكل غير عادي، ده نجيبه منين ده؟ موجود في كل حته بس في والله الاماكن الكبيره الهايبرات معلش الكبيره. هو ممتاز جدا وملوش طعم، يعني ما بيديش طعم مثلا عالي زي مثلا زيت الزيتون، فانا عشان ادخله في الاكل يعني باستمرار. دايما ما مش بيحبوا زيت الزيتون على ايوه فكره. اوكي، ما انا لما بحطه على زيت الزيتون ما بيبقاش فيه طعم زيت الزيتون، بس بديهم فايده زيت الزيتون. يعني بحط معلقتين على بعض طب تمام، انا دهنت الصينيه معلقه زيت زيتون او زيت رز بالفرشه برضو، هتقومي ايه حاطه كده على الصوابع على نفسها. البطاطس نفسها وتقلبيها وانت لابسه كده كلوبز، ودخليها تمام. الفرن، وصليها لدرجه التحميل اللي انت عايزاها. بس كده لكن طلعها الزيت تاني. انا عن نفسي في طب البيت طريقه كويسه، ما احنا ما كناش عنديش اي عارفين. حاجه نهائي باكلها مقليه خالص، ولا حتى السمك. طيب ما هو احنا بنعمل كتير مقليات زي الطعميه مثلا،
تقدري تدخليها الفرن بنفس الطريقه، بس تحطي ورقه زبده في الصينيه تحت بدل ما تدهني بس، لا تحطي ورقه زبده، وبرده ورقه الزبده تدهني. هو احنا ما جربناش فمش عارفين الطعم صراحه هيبقى الطعم بيبقى كويس جدا، هايل جدا، بيديكي نفس الطعم اللي انت عايزاه بس من غير ما تكوني بتاكلي كميه زيت كبيره جدا، لان دي اكبر مشكله. تمام. طيب حضرتك احنا نمنع الحاجات اللي من الشارع للاطفال وللكبار، يعني مش بس الاطفال بيحبوا يشتروا حاجات سواء شيبسيات ولا مواد مياه غذائيه ولا الشوكولاتات، الكبار كمان بيحبوا يشتروها، ممكن فنمنعها من البيت تماما ولا ممكن نجيبها كده حلاوه نفس مثلا كل شهر كل اسبوع؟ بصي انت ممكن تبداي الاول تقلليها لحد ما تعملي لهم بدائل في البيت.